نعم، دعيني أبدأ من منطقة كفار عزة. كيبوتس كفار عزة، هذا الكيبوتس هو قريب من حدود قطاع غزة. هذا الكيبوتس في هذه اللحظات هناك اشتباكات عنيفة تدور بين مقاومين فلسطينيين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت نقلت بأن السكان مستوطنة هذه المستوطنة كفار عزة يصرخون، ينادون، يحاولون الاستنجاد بالجيش والشرطة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تلبية. الأخبار التي ترد من هناك تقول بأن المسلحين ينتقلون من بيت إلى بيت. هذا طبعا ما يحدث في هذه اللحظات حسب ما نشر قبل قليل. ولكن بكل الأحوال أيضا المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كان تحدث بأن عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية فقد الاتصال بهم وانقطع الاتصال بهم بصورة مطلقة ومصيرهم مجهول على وجه التحديد. إضافة إلى ذلك يعني نتحدث عن المكان الذي نحن فيه، هنا مفرق زكيم، وخلفنا مباشرة قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم باستجواب 2 من الفلسطينيين. حتى الآن يعني كنا نستمع قبل قليل بعض الصراخ لهؤلاء الاثنين نتيجة التحقيق لربما الميداني. بكل الأحوال أيضا الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه أخلى عدة مستوطنات ومواقع على مقربة من قطاع غزة تبعد 4 كيلومترات تم إخلاءها بصورة كاملة، فيما لا يزال فعليا أو لا تزال الحشودات العسكرية على حالها تأتي بسرعة كبيرة. أيضا استمعنا قبل قليل لقصف مدفعي هنا من مدفعية قرب زكيم تقصف حدود شمال قطاع غزة، وأيضا نسمع صوت الانفجارات بين الفينة والأخرى.